بسم الله وقلبنا نروح الكورس نعمل 81 حلقة جديدة من قناة دكتور وستين لحلقة جديدة على القناة رجاء ضغط الشراب وعمل تفعيل زر الجرس. فترة السبي البابلي هي الفترة الرابعة. بابلي هي السبت. الفترة دي من 605 قبل الميلاد ل 538 قبل الميلاد، يعني بنتكلم في حدود 77 سنة تقريبا، 77 سنة كانت معهم أصفار معهم ومع الأنبياء مثل حزقيال ودانيال، دول عصروا الصبي البابلي. وطبعا قصة دانيال وان هو بيتعبد لله وان ده مش عاجب الشعب الوثني الفترة دي، وان هو مسك رئيس وزراء برايم مينستر، فازاي يعني الدنيا تبقى كويسة معاه وهو بيعبد الله الحقيقي اللي هما مش بيعبدوه. فانتشر حسد ابليس معاهم وطلبوا الملك ان هو يأمر ان هو يتقتل اي حد مش بيعبد الالهة، وده تم حقيقي. اترمى دانيال في قبة الاسود، وبعد ما اترمى دانيال في قبة الاسود اكلتوش. لا، ربنا ليه سلطان على كل شيء. God in control. الشهير بقى في نقطة خاصة سفر دانيال في الفترة دي، ان سفر دانيال تنبأ في دانيال 9 معاد تجسد السيد المسيح في السنة بالظبط. ليه راجع الحسابات فظيعة، حسابات دقيقة جدا في تحديد معاد مجيء السيد المسيح وتجسده. كمان قصة الثلاث فتية، فتية التلاتة اللي اترموا في اتون النار، واللي احنا بنعملهم في كنيستنا اللي بتقلب السيدة، اللي بيعمل تسبيحة، يعني بيعمل تسبيحة مش مقضيها مهرجاناته بس وهبايس ويضحك على الاسقف في الطراوة، اللي هو يعمل مهرجان ناس تحفظ، لكن يجي يبص في الكنايس شوف التسبيحة، ينزل على غفلة ما يلاقيش حد. فالغوص التالت ولحمة نوبين صوت، كل ده يخص بالنسبة لتسبيح التلات فتيه. كمان تتمة سفر دانيال، تتمة سفر دانيال اللي هي من جزء من الأسفار القانونية التانية، اللي هي معترف بها الكنيسة الكابتولية الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية والأنجليكان، أو معظم الكنائس الأنجليكانية، هي موجودة في سفر دانيال، واللي بانت فيها حكمة دانيال ربنا اداها له لدانيال تحديدا في انقاذه سنة شخصية كويسة طيبة، واللي بإذن الله ربنا قادر يدي الحكمة لكل مسؤول عشان يفرج عن الراهبين البريئين ويعرف يشوف لنا حياة باينة. عجبكم الفيديو مشاركة الفيديو وعمل لايك، شكرا جزيلا لكم.